يعني ما هذه المادة التي تحمي العين؟ نحن نعلم أن العين عندها مادة واحدة التي تحفظها، وليس 50 مادة، وهي نعم الفيتامين البيتا كاروتين. نعم هذه الفيتامين هي البرو فيتامين، هي تتكون على شكل مهيئ اللي كنسموها البرو فيتامين، ملي كتدخل الجسم فيزيولوجيا تتحول الى الرودوبسين، والرودوبسين هي اللي كتخدم بها هذيك الخلايا ديال العين. ملي كتقل مادة الرودوبسين كيولي الشخص اما ما كيشوفش من بعيد، اما ما كيشوفش حتى كيكون ضوء قوي. علاش؟ لان الضوء اللي كيخلي البصر، يعني اللي كيتسلط على هذيك الحاجه اللي كتشوفها انت، يعني كنسموها حنا لي ليجوند. نعم واغلب الناس الان اغلب الناس ما كيشوفوا حتى تيكون الضوء مجهد، يعني مجد الضوء بكثره. وهذا دليل على ان الناس كلهم عندهم العينين مرض. هذا دليل. لماذا؟ لان من قبل كانوا الناس كي عندهم شمعه صغيره، وكانوا تيكتبوا على اللوح وتيكتبوا الكتب وتقراوا عليها الاوراق وداك الشيء الاخري. انا الان الطفل اللي شعلتي ليه شمعه وعطيتيه تمرين، لا اظن انه غادي ولا غادي يتكى على الدفتر حتى يعني حتى يحط يعني نيفو فوق الدفتر. هذا يعني هذا فهذه ماده الرودوبسين هي كتجي من فيتامين او التفاح، في فيتامين كل الفواكه، في فيتامين ا، كاينه فيتامين ا في الجزر، كاينه في المشماش، كاينه في التفاح، كاينه في المواد الصفراء على الخصوص هي البيتا نعم كاروتين. وهذا الفيتامين ا هي اللي كتحفظ حتى من هذيك حتى من ماء العين، ومن كذلك اصابه المنطقه الصفراء، هي اللي كنسميوها الاي ار ام دي، هي الايج ريليت الماكولا. هذه الاصابه ديال الماكولا هي اللي لما كانش الفيتامين دي الماكولا كتصاب. هذا هو المشكل. نعم ولذلك ان الاشخاص اللي كيكثروا من هذا الفواكه اللي فيهم فيتامين ا كيكون البصر ديالهم جيد، كيكون عندهم بريق وعندهم بصر كيشوفوا من بعيد. الاشخاص اللي ما كيكثروش من الفواكه كيكون عندهم النظر ديالهم قريب، كيشوفوش يعني المسافه طويله جدا، في الليل ما كيشوفوش مزيان في الليل، وخاص حتى يكون ضوء كثير. علاش؟ لان عندهم ماده الرودوبسين ناقصه. هذا هو. وليس هناك نبات على وجه الارض يطهر مثل الريحان. تطهر ماذا؟ تطهر كل شيء. سبحان الله. حتى يعني الناس لو الجسم الغسل اللي كيجي الانسان يغسل في الحمام، الجسم ديالو كله الى غسل بماء الريحان تتبقى الرائحه ديالو زكيه، تبقى رائحه طيبه. فهو يطهر الجلد وكيعطي رائحه، ماشي غير تطهير، يطهر وينكيه. وهنا جميع الشركات وجميع العلماء اللي يبحثون في ميدان هذه الفراغرانس، في ميدان العطور وفي ميدان المسائل، يبحثون عن العطور التي لا تضر. علي بعض المرات تقراي على العطر انه مكتوب خالي من الكحول ولا بدون كحول. نعم. لان الكحول كي شويه كيأرق الجلد. ولكن هذا الريحان ماشي غير لا يضر، هو الريحان يطهر ويزكي، زعما كيعطي رائحه طيبه للجسم. ماء الريحان يستنشق به. نعم. يطهر جيوب الانف. ويمضمض به. ويغرغر به. ويشرب. ويقطر في العين وفي الأذن، ويغسل به الشعر والجلد كله يطهر بهذا، يغليه الناس الريحان ويغسلوا به. من هو الاخر دابا مع الاسف حنا في الاخر كنعملوا الصابون، ولكن ملي الناس يغسلوا اخر الماء اللي غادي كنقولوا بالدارجه المغربيه تشلوا الجسم ديالو يشلل به، اخر الماء اللي غادي يغسل به الشعر ديالو الجسم كله وجهه كل شيء يغسل بهذا الماء هذا ديال الريحان. حتى الرضيع الامهات كيشريوا لهذو الولدان الصغار اللي كيرضعوه كيشريوا ليهم بعد الاشياء من الصيدليه رائحه طيبه، وكيطهروا بولادهم على ان اشياء راقيه وعلى ان علوم. لو هاد الاطفال هذوم اللي بغوا يغسلوا لهم بماء الريحان يكون احسن. نعم جيد. هذه ثم احنا عليا في المغرب كانت عندنا واحد الظاهره، عاده ماشي ظاهره، كنا كنغسلوا الميت بماء الريحان. نعم علي، والميت مات الارض اولى به، غادي تدفن. يعني علي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لامنا عائشه يعني دفنوني في التيب ديالي، قالت يا امير المؤمنين او ندفن؟ قال الحي اولى بهذا الثوب الجديد ولو كان رخيص، الا انا غادي الارض، غادي الارض صافي، يعني خلوني في التيب ديالي. فهذا ماشي الميت اللي خاصو يغسل بالريحان، انما الاحياء هما اللي خاصهم يغسلوا بالريحان. هذا هو شجره الريحان، كيعرفوها الناس هي شجيره ماشي شجره،
شجيرة صغيرة كتطلع كتوصل حتى المتر ونص. نعم. بعد مرة توصل جيش الأمتار. هي كاينة في المعمورة، كاينة في جميع المناطق في المغرب ديال الريحان. حتى أنا لقيت بعد بوادي من ناحية بن سليمان أن الناس كيحرقوه كيخبزوا به وكيطيبوا به بحال الحطب، يستعملونها كحطب. نعم. هذا ثم هذه الأشياء فيها تيربينات، وبعد فيه مواد طيارة فولاتيل كنسموها إيسانس، وكين المعروف هو الميرتل، هو ماشي البازيليك، هو الميرتل. ما بقى واحد النفس الميرتل، هذا شجرة الريحان معروف، الريحان معروف يعني. ماذا؟ لأن نحن كنعرفوا النبات بالصورة، كنعرفوه بال عليا نكلمسوه بيدينا، مش هذا شجرة الريحان كما تفضلتي هي مطهرة للجسم. تكلمنا على النظافة الخارجية، وتكلمنا على تطهر كذلك الجسم من الداخل، هي تغسيل الجسم، هي تقتل هذه الطفيليات والبكتيريا. مقوية للقلب؟ لا، عليا ليست مقوية، ما نقدروش نقول مقوية ولا معالجة أبدا، إنما نقول أنها شجرة. عليا هذا هو المشكل، لأن الناس كيتسناو خلطات وكيتسناو أشياء، نقول لهم بأن غتاخذوا الريحان وغادي نتعالجم. لا، حنا كنعطيو خصائص النبات وخصائص أي حاجة تكلمنا عليها، كنعطيو خصائص. هذه الشجرة ممكن تشرب، كتدخل في التغذية، ليست أعشاب، هي ليست مضرة، هذه كتدخل مع التغذية. ممكن النساء يطبخوا بها، يعملوها مع الطبيخ. يعني كنشوف النساء كيدير واحد الربطة ديال المعدنوس البقدونيس، ولا ربطة ديال القصبر في الكسكس، ولا يعملوها في الطياب هكاك، يعني بدون تقطع. نعم. يعني يعملوا واحد عراش ديال الريحان في الطبيخ. قناة نصائح وإرشادات مجانية. لماذا؟ نعم، ويعملوا عراج الريحان في البراد ديال الشاي. نعم. كي يحضروا الشاي يعملوا الريحان مع الشاي، عباد النعناع وعياد الشاي يعملوا الريحان. نعم. يعملوا هذا الريحان مع الحليب، اللي بغاو يغليوا حليب لحاجة الأطفال ولا ليهما، يعملوا مع ريحان جيد هذا. ثم ممكن يتشرب لي وحده، هو كشرب لي وحده كشاي، يعني شاي الريحان عليه. فعليه الناس كيعرفوا، ما كيعرفوا غير بعد الأيام الشاي ممكن يتحضر من أكثر من 300 عشبة. اللي عندنا من هنا في المغرب، من منطقة خنيفرة حتى بن سليمان وحتى المولاي إدريس، يعني عندنا الأعشاب في هذا الجبل ديال المولاي إدريس. أنا مشيت تما لقيت أعشاب كيرعى عليهم معز، وأعشاب عندنا جيدة وليست مسمومة، هي لا تصلح للعلاج ولكن تصلح لرفاهية الناس. ممكن ناخذ شراب، يعني هاد الناس ما ملوش من الشاي والقهوة. يعني مرة كاين بعض الدول كتشرب الكركديل، هذه الكركديل كاينه في السنغال، كاينه في مصر، كاينه في السودان، كيشوفوا الناس كيقدموا هذا الشيء. عندها لون وعندها مذاق وعندها كل شيء جيد، هي لي بيسكوس، وهي مزيانه حتى للناس اللي عندهم ضغط. نعم. جيده للضغط، هي لان فيها بوتاسيوم كتخفض شويه الضغط. فهذا شجره الريحان تزيل هذه الطفيليات وهذه الاشياء الديدان من الجسم هذه، وتكون مع الاكل يشربوها الناس بعد الاكل ومع الاكل، لا تستعمل. المهم تكون عند الناس في المنازل ديالهم، وعندنا في المغرب عليين وعليه ما الريحان ما كاينش ثمن كبير يعني. ولا كانوا يعرفوا الناس هذيم اللي يكونوا مارين بالطرقات ويلقاو الريحان، كاين في معموره كاين موجود الريحان، يجمعوا بعد الريحان يعملوه، ياخذوه معهم في السياره ديالهم يجيبوه للمنزل، ماشي مشكل. هو يكون طري ويابس بحال لان هي شجره ما كتسقطش الاوراق ديالها، لا تخرف، هي الخضراء دائمه الخضره، يعني كتبقى هي الشجر دائم الخضرة. نعم، هي عليهم بحال الاوكاليبتيس، الاوكاليبتيس ما كيطيحش الاوراق ديال النخيل، ما كيطيحش الاوراق هذه. فهذا الشجره جاءت في سوره الرحمن، جاءت في القران. هذه الشجره هي اللي كتمثل الجانب الترفيهي، الجانب التجميلي، الجانب التطهيري للجسم، لان الله خلق لنا مواد غذائيه للطاقه. مواد غذائية تحفظ الطاقة هما اللحوم والقطاني والأسماك والحليب، هذه للطاقة. خلق لنا مواد تقي الجسم اللي فيها الفلافونويدات واللي فيها البوليفينولات. خلق لنا مواد تضبط الهرمونات اللي فيها الفيتوستروجينات. خلق لنا مواد يعني غنية بالماء والأملاح والفيتامينات، مواد يعني منعشة. خلق لنا مواد ترفيهية نشربها مثل الشاي. مثل البن، مثل هذه أشياء الإنسان يشرب، هذه ما فيهاش طاقة، ما فيهاش تغذية، ما فيهاش بروتينات، ما فيهاش، هذه الإنسان يشرب هذه الترفيهية. هذا إن كاين بعض الأوقات الناس
كيكونوا جالسين يتكلموا لشي. اعتدنا احنا في المغرب نعملوا شاي نعملوا قهوة نعملوا، ما يمكنش الناس هكذا يتكلموا هكذا بدون اي شيء. كان قرى الضيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قرى الضيف هي التمر والحليب. نعم. ان الضيف قد تقدم لما يشي التمر والحليب ولا اي شيء، يعني نسميه قرى الضيف، يعني ملي كيدخل الضيف واحد الحاجة تحط مباشرة. المغاربة كان عندهم قرى الضيف، كانت بالبغرير، كانت بالمسمن، كانت باللوز، كانت بالقرقاع، كانت بالتمر، كانت شيء كيحطوها للضيف ملي كيدخل الضيف. ولا بدا بره ديال اتاي ولا ان شاء الله ولا يحطوا غير ماء جيد. نعم. هذا الضيف كاين هذه الشجره هذه تمثل جميع النباتات الاخرى اللي هي كثيره في الكون. الكون ما فيش غير التغذيه، في نباتات اخرى. ان هذا الانسان خلقه الله يعيش في محيطه عيشه جيده، عيشه طيبه. وهذه العيشه الطيبه التي ارتضاها الله للبشر سبحانه وتعالى لم يطلب منه بشيء اي ثمن، لم يطلب منه لا نقود ولا اي شيء. طلب منه الشكر.